السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. النهارده ان شاء الله يا حبايبي جايبه لكم وصفه حلوه قوي 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 قوي، وكريم روعه 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 للتفتيح. طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. ان شاء الله باذن الله الوصفه اللي معايا تحفه تحفه، هتفتح بشرتك. كريم يومي، هنعمل مع بعض كريم قنبله للتفتيح. كريم طبيعي جدا، مكوناته طبيعيه قوي، هيخلي بشرتك زي بشرة البيبيهات، هيخليها فاتحة وجميلة قوي قوي وبيضة وناعمة وما فيهاش اي مشاكل، هيخلي وجهك ملائكي، مش محتاجة لا تحطي ميك اب ولا حتى تحطي اي حاجة خالص خالص في وجهك في رمضان او في اي يوم تاني. طبعا هديتي للعرايس، الكريم اللي انا هعمله مع بعض النهاردة ده هديتي لكل عروسة خلاص فرحها على العيد ان شاء الله باذن الله. الوصفة هتعجبكم جدا جدا، عايزاكم تشجعوني بلايك. انا بتعب جدا في الوصفات يا جماعه والله العظيم، ويعني انا بجيب لكم وصفات بجد والله العظيم عن تجربتي الشخصيه. انا ما بعملش وصفات غير لما بكون واثقه منها كويس قوي. اعملوا لي لايك وشجعوني بلايك فضلا وليس امرا، مش هتخسري حاجه لما تعملي لايك يا حبيبه قلبي، وشجعيني بلايك حلو، كومنت حلو، واشتراك لو مش مشتركه عندي. معايا هنا طبق يا حبايب قلبي، هنبدا دلوقتي نشتغل في الكريم بتاعنا، الكريم الجبار، الكريم الجميل اللي هيغنيكي عن اي كريمات واي مكياجات. معايا هنا طبق وحطينا معلقه من النشا او الكورن فلاور، ادي معلقه من النشا والكورن فلاور، وحطينا ادي تاني معلقه، ادي تالت معلقه، يبقى حطينا 3 معالق من النشا او الكورن فلاور زي ما انت شايفه كده في الطبق بتاعنا. تمام، تاني حاجة هنعملها، ركزي معايا، انا معايا هنا الكتل بتاعي في مية دافية مش سخنة قوي، هننزل على النشا بتاعنا وهننزل عليه بالراحة جدا بالمية الدافية بتاعتنا، وهنقلبه كويس كده اهو زي ما انت شايفة بالشكل ده. دي مية دافية يا جماعة مش سخنة، في فرق ما بين المية الدافية والمية السخنة. تمام، نزلنا زي ما انت شايفة كده، هننزل بمعلقتين زي ما انت شايفه كده من الطحين او الدقيق، دقيق الذره العادي، ادي معلقه ادي اتنين من الدقيق، دقيق الذره العادي خالص. تمام، وهنقلبهم كويس جدا جدا مع النشا بتاعنا اهو اهو زي ما انت شايفه كده اهو اهو، القوام بدأ يمسك معايا. تمام، هننزل كمان سنة بسيطة جدا جدا من المية الدافية. ركزي معايا في خطوات الكريم علشان الكريم ده معجزة في التبييض، فظيع 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 فظيع. مهما كانت بشرتك سمرة من سنين، مهما كان عندك تجاعيد، مهما كان عندك هالات، الكريم ده هيخلي بشرتك قشطة بجد. تمام، قلبناهم مع بعض كده، هننزل عليهم بمعلقه من دقيق الارز، يبقى احنا حطينا معلقه من دقيق، معلقتين من الدقيق الذره العادي مع معلقه من دقيق الارز. دقيق الارز اللي هو ايه؟ الرز يا حبيبه قلبي بتاخديه وبتطحنيه وبيبقى باودر خالص، ده هو دقيق الارز. تمام اهو بالشكل ده. تمام، تاني حاجه يا حبايب قلبي، معايا هنا نص ليمونه، هننزل اهو بنص ليمونه كامله على الكريم بتاعنا، وهنقلب كويس قوي اهو. طبعا الكريم ده يا جماعه اللي احنا بنعمله هتقدري تحتفظي بيه وتستخدميه مش بس مره واحده، وتقدري كمان تزودي الكميه وتعملي كميه كبيره اهو. هننزل عليهم بايه؟ باي نوع كريم مرطب عندك. انا هستخدم بنسينول، عندك جلوسريد، عندك اي نوع مرطب عندك، هننزل اهو حاجه بسيطه جدا حوالي معلقه من الكريم المرطب اهو، وهنقلبهم كويس بالشكل ده اهو اهو. قوام عندي بقى كريمي خالص، قطرات من زيت جونسون، لو مش متوفر عندك قطرات زيت جونسون ممكن تستخدمي زيت الزيتون. هناخد قطرات بسيطة جدا من زيت جونسون للأطفال، وهنقلبهم على الكريم بتاعنا
عشان الكريم ده مش بس للتفتيح، ده كمان بيعمل على ترطيب ونعومه فظيعه جدا 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 للبشره. تمام اهو، شايفه القوام بقى عامل ازاي؟ اهو القوام معايا بقى سايل خالص اهو. هننزل عليهم بايه تاني؟ سنه بسيطه جدا من معجون الاسنان، اي نوع معجون اسنان متوفر عندك، اي نوع معجون اسنان انا بستخدم ده، اي نوع عندك، عشان في بنات بتسالني بتقول لي يا مايا نوع ايه المعجون، اي نوع معجون متوفر عندك بس يا ريت يكون سيجنال يعني. تمام، وحطينا اهو بالشكل ده اهو. احلى كريم ده ولا ايه؟ ريحته تحفه والله العظيم تحفه اهو، شايفه؟ بصي كريم جبار 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 اهو. طبعا عملنا الكريم زي ما انت شايفه كده، بصوا عشان تصدقوا انا عامله منه اهو، انا عامله منه وبستخدمه يا جماعه والله. بصوا انا عامله منه وحطاه في قرب يخلص حتى، يعني انا كنت عامله كميه كبيره، انا عامله منه وحطاه عندي في برطمان وبستخدمه عندي، حطاه عندي في الثلاجه وبستخدمه يوميا والله العظيم يا جماعه، مخلي بشرتي تحفه تحفه وقشطه. هنكمل برده وننزل عليه. هتنزلي هيكون عندك برطمان طبعا، انا عشان عامله منه اهو زي ما انت شايفه كده، هتحطيه في اي ازازه عندك وهتستخدميه. هتستخدميه ازاي؟ اول حاجه لازم تعملي صنفرة لبشرتك قبل ما تستخدمي الكريم، علشان احنا عايزين نفتح مسام البشره ونفتح بشرتنا. هنعمل ايه؟ هتجيبي اول حاجه الكريم ده هتحطيه في علبه زي ما انا عامله كده، وهتبداي ان انت تشيليه في التلاجة وتستخدميه يوميا قبل ما تنامي. انا هقول لك برده هتدهنيه ازاي، بس قبل ما اقول لك تدهنيه ازاي، هتجيبي سكر وليمون، الخطوه دي اعمليها يومين في الاسبوع، هتديكي تفتيح وترطيب صدقيني بجد. تعملي صنفره لبشرتك بالليمون والسكر بالشكل ده كده اهو، يومين في الاسبوع، عشان تشيلي الاوساخ المتراكمه. احنا لازم ننظف البشره من الاعماق، لازم ننظف البشره من الاعماق الاول يا حبيبه قلبي، ولازم يكون بشرتك مغسوله بميه دافيه الاول قبل ما تحطي اي وصفه، عشان احنا عايزين الوصفه مش بس تفيد البشره من بره، احنا عايزينها تفيد البشره من جوه. تمام، بعد ما هتبداي ان انت تدعكي بالطريقه دي كده اهو بالشكل ده على بشرتك قبل ما تحطي الكريم، هتبداي ان انت تمسحي. الخطوه دي اعمليها يومين، من يومين لثلاث ايام في الاسبوع. هتدهني بيه كامل بشرتك، شايفه؟ هيديكي يعني بجد والله هيديكي ترطيب وهيديكي نعومه حلوه قوي 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 قوي. استخدميه كل يوم قبل ما تنامي، وزي ما قلت هتضيفيه في علبه، انا زي ما انتم شايفين عندي وعاملاه تحفه تحفه تحفه، هتضيفيه في علبه عندك وهتستخدميه. اكتر من رائع يا بنات، اكتر من رائع بجد، تحفه 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 تحفه، وهتستخدميه وهتشيليه عندك، بيقعد عندك اكتر من اسبوع في الثلاجه، هيفتح بشرتك فوري 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 والله العظيم تحفه. هتستخدميه يوميا قبل ما تنامي، والكميه هتقعد معاكي اكتر من اسبوع، وعايزاكي تجربيه وتقوليلي عمل معاكي ايه. وعايزه اقولك كمان ان انت ان هو مش بس هيفتح بشرتك، هيديكي ترطيب لبشرتك، يعني لو انت بشرتك جافه هيديكي ترطيب ونعومه حلوه قوي قوي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم وتستفادوا منها. وزي ما قلت هتستخدميه في علبه، هتحطيه في علبه، طبعا انا حطاه في برطمان ازاز، والافضل الازاز يا جماعه عن البلاستيك، يعني لو عايزه تحفظي اي وصفه يا ريت تحفظيها في حاجه ازاز، ده الافضل يعني. بس لو انت عندك علبه بلاستيك قديمه بتاعه حاجه يعني كريم او كده، ممكن تستخدميها عادي، وبتشيليه عندك بتقفليه وبتشيليه عندك في الثلاجه عادي جدا، هيديكي نعومه و رهيبة جدا جدا وترطيب طبعا. وكمان هتستخدميه لجسمك، هيفتح جسمك بطريقة خيالية، هيفتح جسمك بطريقة تحفة تحفة تحفة. بيستخدم للجسم، للوجه، للرقبة، لأي مكان فيه غمقان بيستخدم، ملوش
بديل الكريم الجميل ده خالي من الكيماويات. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتستفادوا منها وتجربوها. اشوفكم على خير والسلام عليكم.